أعلنت حركة حماس عن اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية. ميدانياً استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، وأفادت وسائل إعلام باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في شارع صلاح الدين قرب منطقة الزوايدة وسط القطاع. كما استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شارع الأبراج بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، بينما استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شابين. وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأشهر العشرة الأخيرة لأكثر من 39,650 شخصاً.